الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة أليس كذلك؟ باب ديزونا كيكاوان فاتا دعكي نجنكا الله مدعوك كنصير كيرانا تاشن القيامة الله يجنكا الله يجنكا مرهنا تاشن القيامة تندك الدنيا هل لاخرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة كبس الله ينادى رحمة رحمة جنكي جنكي قدات لري قسم منها رحمة بين جميع خلائقه قدات لري إن يأتوكوا ياتيا يربى مدخلة ديها لتا أدوني النار فبها يتراحمون ومنها يتعاطفون وبها تعطف الوحوش على أولادها قايات إن ديربا مباينتا دشي سكي جن كان جونا دباتا توسا ياما إرتا كو أنتا وانا ينا جن كان وانا وانا توسا ياما وانا دبا كيد ايش كم قايات إن ننكينا سورا قدا تسئن دتركينا وآخر تسئة وتسئين رحمة الله يأجي قدا تسئن دتر يرحم بها عباده يوم القيامة dan zai yaje yayi ma bayin sa baki yayi ma bayin sa rahama ranan tashin alkiyama in ya zama na rahama kwa daya duniya baki daya halittun Allah ya sako ma mutane wannan yana tausaya ma wane wannan da yana uwa na tausaya ma danta har dabba tana tausaya ma yanta baki daya to guda 99 da Allah zai amfani da su ranan tashin alkiyama din nan ai ba karamin aiki bane ba karamin abu bane ba ja'alana Allah minhu. قال حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة فجعل في الأرض منها رحمة واحدة فيها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها على بعض والطير وأخر 99 إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة رانت أشياء القيامة قدات إن سي الله كاو 99 يتكى زمو أريكينا تومو متنوكينا الله زي جنك سران الآخرة. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه الله ليحل تحل التأسير بتايتي إن رحمتي تغلب غضبي رحمة جنكينا يا رنجاي فشينا. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال يتي مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر يتي منزون الله صلى الله معاذ بن جبل يتي منزون الله يشجي من يشجي وجينا وأنا على حمار يتي إنا حيكا جاكي فقال يا معاذ ثم قال لي يا كي معاذ هل تدري ما حق الله على العباد كو كاسن حق الله كان بايسا وما حق العباد على الله كما كاسن حق باي اوجن الله مروكين سركي قلت الله ورسوله اعلم كنيتي الله ده منزنسا سو سكا سني سو سكا في سني. قال ثم قال لي فان حق الله على العباد
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حكين الله أكم باينسا سبوت تامس الشيء كدأي كدس في شركة وحق العباد على الله إن سني حقكما الله يا قداما يا باس حكين شوى إذا فعلوا ذلك الله يعذبهم in suka aikata abinda aka ce su yi sun ibada ba su shirka ba Allah ya musu alkawari shi ma ba zai musu azaba ba qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana ibrahim ibn ayan qala hadathana isma'il ibn yahya ash-shaybani an abdullah ibn umar bin hafs an nafi' an ibn umar qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd ghazawatihi فمر بقوم فقال من القوم فقالوا نحن المسلمون وامرأة تحسبت نورها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وحجنت النور تنحت به فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنت رسول الله قال نعم قالت بأبي أنت وأمي أليس الله بأرحم الراحمين قال بلى قالت أوليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها قال بلى قالت فإن الأم لا تلقي ولدها في النار فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله هذا حديث موضوع قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا عمرو بن هاشم قال حدثنا ابن لهيئة عن عبد ربي ابن سعيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي قيل يا رسول الله ومن الشقي قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية هذا حديث ضعيف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا سهيل ابن عبد الله أخو حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أو تلا هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال قال الله عز وجل أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى أن يجعل معي إله آخر فأنا أهل أن أغفر له هذا حديث أيضا ضعيف قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم ابن نصر قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا سهيل ابن أبي حزم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له هذا حديث أيضا ضعيف قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عامر ابن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي يصاح برجل من أمتي يوم القيامة ينادى برجل من أمتي يوم القيامة za a kira wani cikin al'umma ta ranar tashin alkiyama ala ru'usil khala'iq fayunsharu lahu 99 sijillan shi abnuna masa azubar a fito da sijilli littafi 99 kullu sijil maddul basari kowane abinda aka dawwana sijil maddul basari iya ganinka thumma yaqulu Allahu azza wa jalla hal tunkiru min hadha shay'an zaka musunta wani abu cikin wayannan abubuwan da aka fara duk ayyukanka ne kashi ka rayu shekara 100 ko shekara 90 ko 80 wannan duk ayyukanka ne ga su kana da magana a ciki fa yaqulu la ya rabbi sai ce a fa yaqulu azalamatka katabati alhafizun sai Allah ya tambaye shi mala'ikuna wayanda suke rubutawa sun zalunce ka
sun shigar da wani abin da ba aikin ka ba ba kai kai ba kuma ya kulu alaka an zalika hasana sai da aka yi magana da kanshi tabbatar da laifukan sa ne kuma ba shi da ta cewa sai aka ce kana da wani aiki kikkiawan aiki ko koda ko ya dane fa yuhabu rajulu sai ga kwarjinin cewa ko za a halakar da shi kenan wannan duk duniyar nan laifin sa ne aiki ko ya dane zai zo ya ce cin shi to sai ya ji tsoro sai ya firgice fa yaqulu la sai ya ce ba ni da wani aikin da zai cece ni tunda waɗannan duk laifuffuka na ne fa yaqulu bala sai Allah ya ce a'a kana da wani aiki guda daya da zai duk zai shallake zai fi wannan duk baki da zai wanke su inna laka indana hasanati yace kana da kyawawan ayyuka a wajen mu wa innahu la zulma alayka alyawm tabbas ba zalunci yau ba za a zalunce ka ba fatukhruju lahu bitaqatan fiha sai a cire mishi bitaqa abinda aka rubuta a ciki ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan bitaqa shi ake cewa hadisul bitaqa duk inda kaje duniya malamai na tattaunawa suka ce hadisul bitaqa shine wannan hadisul bitaqa mutum ne zai zo ranar lahira a nuna masa laifukan sa duk sun cika duniya sai Allah ya tambaye shi an cuce ka ne yace a'a duk abinda aka sa ya tabbatar malaiku na su cuce ka ba to kana da wani aiki da kake kyautar zato a tsaye ce wallahi ina ko kana da shi ma za ka iya fada ga duniya duk kai barna sai Allah ce kana da aiki kana da wani aiki ɗaya da aka rubuta maka yana nan a rubuce a waje na shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu qala fa yaqulu ya rabbi sai ce ya Allah ya ubangiji ma hadhi libitaqa ma hadhi sijillat ya Allah wannan kalma ashhadu an la ilaha illallah wanda ke cikin ke rubuce cikin bitaqa ko allo ko takarda da aka rubuta ya za a yi wannan kalma ta rinjaye wa'ancan dubbaki daya wa anna muhammadar rasulullah abdu wa rasulu fa yaqulu ya rabbi ma hadhi bitaqa ma hadhi sujillat fa yaqulu sai Allah ya ce innaka la tuzlamu ai tabbas ba za a zalunce ka ba wannan kalma kada ka rena da ita tana da daraja ta fi duniya din nauyi fa tuda'u sujillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffa wa'ancan duk laifuffukan kundaye kundi na laifuffukan shi duk shaka a dora kan kabe mizani sa'annan a kawo wannan takarda guda daya wanda aka rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a dora kan daya hannun mizani din fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqa sai wannan bitaka da aka rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ta rinjayi wannan laifuffukan duk baki daya ana muhammad ibn yahya albitaqatu arruqa ko kace abinda aka rubuta akai ko abinda aka rubuta akai ko yanki ko takarda ko menene wa ahlu misra yaquluna lirruqati bitaqa hadha babu ma yurja min rahmatillahi yawm alqiyama kada mutun ya yanke kauna matukan kana kalmat la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kuma kana masa biyayya cikakken biyayya babu zikril haw babin da yazo na bayanin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana da tafki ranar lahira yace duk wanda ya sha daga wannan haudu din ba zai taba shi da kishirwa kuma har abada ala haddathana abubakar ibn abi shayba ala haddathana muhammad ibn bishirin ala haddathana zakariya ala haddathana atiya an abi sa'id al-khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li hawdan inna da tabki ranan tashin alkiyama ma bayna alka'bati wa baitil maqdis girman mana fadin tabkin da yalwar tabkin daga ka'aba zuwa baitul maqdis misali ne wanda zaka zo ya ce daga makka zuwa yaman ko baka abyadu mithla al-laban ruwan ciki fari ne kamar nono aniyatuhu adadan nujum ma'ana wodan da za a debe wannan tafkin a sha din adadin taurarin sama ke wa inni la aktharul anbiya'i tab'an yawm al-qiyama yace ni nafi dukkan annabawa mabiya ranan tashin al-qiyama قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مصهر عن ابي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن يجي أي تبكينا فإن تبكينا يافي أي دقاء أيلة زوا عدن وإن نجم مثال أكي دون أنت دق أبنك الآخرة باشي دك ما دما أبنك دونيا شدي أكوتا تامك دون هنك لنك إيه أوكا أبن دا هنك لنك إغنشيك إيه أوكا أم فهمت؟ amma abinda duk abinda yake lahira ya sha bamban da abinda ke duniya saboda su kuma yanda suke kenan daban to amma ya za a yi sai akwai tantama aljanna akwai kaza akwai kaza akwai kaza saboda abinda ka sani kenan to sai kaga abin ya shigo maka cikin kokolwanka an fahimta wallazi nafsi bi yadihi la'aniyatuhu aktharu min adadin nujum manzo Allah ya rantsuwa yace mu dan da za a sha kofunan da za a sha ruwan tafki din sun yawan su yafi adadin taurarin sama wala huwa ashadu bayadan min al-labani yafi nono ma fari wa ahla min al-asal yafi zuma zaki wallazi nafsi bi yadihi manzo Allah ce na rantsa da sarkin da kai nake hannunsa sai mu kalli maganar da manzo Allah zai yi rantsuwa akai إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريب عن حوضه يجي والله زنزو إنا كورم وإنس متاني كما يدى متنزي كاو دبو بيسو سنا شروا باقور دبا تزوي كوريتا قيل يا رسول الله أتعرفنا أقول يا منزو الله ذاك سمو قال نعم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليس لأحد غيركم yace za ku zo min wajen tafki din duk al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yazo gabobin alwala za ga su farare alaman cewa al'umma manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to sai kai kokari ka zama kana cikin wanda manzon Allah zai kore su qala hadathana mahmud ibn khalid ad-dimashqi qala hadathana marwan ibn muhammad qala hadathana muhammad ibn muhajir قال حدثني العباس ابن سالم الدمشقي نبيت عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فأتيته علي بريد يجي عمر بن عبد العزيز يا أيك نزو سينا هو أبرهوات نجي فلما قدمت عليه عمر العمر فلما قدمت عليه قال دنجي وجنس سيتي لقد شققنا عليك مو وهل دقيكو يا أبا سلام في مركبك مو وهل دقيكان أبرهوك كتوكو كزو قال أجل والله يا أمير المؤمنين يتي حبا قال والله ما أردت المشقة عليك إيرانسو يتي والله بانا نفق وهل دقيبني ولكن حديثا بلغني أنك تحدث به عن ثوبانا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض hadisi naji an ce kai ke rawaito wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin kuma ya shafi tabkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa ahbabtu an tushafihani bihi sai nake son na rawaito daga kanka kai ka zo ka fada min baka da baka ma'ana sanadun ali kenan in na rawaito daga gare ka kai tsaye ma'ana sanadi ali kenan in na rawaito daga wurin wanda ya rawaito to sanadi ali in sanadun nazil kenan hala fa qultu حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي وإن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه كعدد نجوم السماء أكاويبه جمع كوب كينا كوبنا صدا أكي موتا كوبنا دزا أشاتكي سنكي سنفي يوان تورارينكي سماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا دوان دا الله يمسى قبول كتر يشاوى النار وانتبكي منظر الله شيرا كيشي كما هر أبدا وأول من يريده علي فقراء المهاجرين فرقوا وإن دزاس ووجن سوني تلكا ومتان مكة الدنس ثيابا وإن دباس دكيا وريقنا ريقنا سدس وفسني دتي وشؤس رؤوسا زاقن سكاكا kawunan su dukka kaman da kagan su kaga kawunan su biringi sai kenan gasunan dai gasunan allazina la yankihuna almunaamat wa inda ba sa iya auren mata masu wa inda suka isa munaamat
lafiyayyu kosassu wanda suka kosa wanda suka ci suka koshi ga kyau ga komai da komai wala yuftahu lahum sudan ba abu da musu kofa ma in sun zo suna in sun zo waje ba san su ma'ana alama ce na talakawa ne sai yasa ba amma damu da su ba ba su ma da kudi ba shi da kudin da zai auri kyakkyawan mace wacce ta isa mai digiri ko qala fabaka umar sai umar yayi kuka hatta khadadat lihiyatuhu sai da gemun shi ya jike da awaye kuma qala sai ce lakinni qad nakatul munamat gashi kuma kashi ni kuma na riga na auri mata kyawawa wa futihat li as-sudad kuma duk inda naje sai an buda min kofa la jarama yace tabbas ai la shakka babu ko shakka anni la aghsilu thawbi allazi ala jasadi hatta yattasakha yace daga yanzu bazan koma wanke tufata ba da ke jikina sai in tayi da zai rigar tayi da ti wala adhuru ra'si hatta yashasa bazan kuma taji gashi na na shafa mai ba sai ya kwambiyu da ti kura kura sun shiga ciki sai na taji na in shiga cikin wancan sifa saboda na zamo cikin waɗanda za su je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen tafkinsa sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة سكانين جيفك غرابيون تبكينا كمن سكانين صنعاء نزوى مدينة دم مثالي أكي أو كما بين المدينة وعمان قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة قال أنس بن مالك قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرى فيه أباريق الذهب والفضة زاء قوبنا شروا إن زينار يعني دا أزرفا كعدد نجوم السماء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم على المقبرة وزعل الله صلى الله عليه وسلم يا جي مكبرتها سيسلم فقال سيتي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أمنشن الله تبت غريك وياكو غير مؤمنين يا مكونشن مؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقونا مكما إن شاء الله إن الله ياسو زامو رسكيكو استثنائي إن إنما أنا إن شاء الله متوا أقول متوا سيكم أن شاء إن شاء الله تكيلا نعم متوا تمي أكي استثناء إن شاء الله إيه inna insha Allah bikum lahiquna da ya sallama sai ce dara qaumin mu'minina ya tabbata musu da imani mu ma insha Allah za mu zo da imani a wajen za mu riske ku da imani akan imani eh eh me yake fata a cikawa da imani ايه cikawa da imani wa inna hadakum la amalu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya'malu bi amali ahli an-nar ashe sa cikawa da imani in an je ziyara makabarta ai sunna ce ana zuwa ziyara makabarta eh saboda a tuna da mutuwa saboda tagawon da ya sauki alfaharin jiji da kai mantawa da talakawa da mutuwa din duk sai ya sauki in ka je ka gansu ka san da ba haka suke ba su ma suna manya-manyan gidaje ne da riguna da komai yadda kake to wata rana kai ma za a je a saka ka a ciki to sai ka kai ma ka sai ka kaji tsoron Allah manzo Allah ce bai taba ganin wani abin da yake da ban tsoro ba kaman kabari lawajidna anna qad ra'ayna ikhwanana sai manzo Allah ce ina ma da na da mun ga ƴan uwanmu manzo Allah ce ina ma da na ga ƴan uwana قالوا يا رسول الله أو لسنا إخوانك صحابي سكت شهر من زال مو بعين وانك بني قال أنتم أصحابي كو صحابيناني قاشي كنا غنينا أنا غنم
وإخواني الذين يأتون من بعدي وأنا سوني وأن ذاس زو بايانا وترواية لأن سوزينا فاتا دازي تشرد دقا بندكي من لكا دين يجي يغني كو يجي يزيرتي تنانشي وأنا فرتكم على الحوض نيني زرقاكو زوا تبكي نجراكو كزونا باكو رواكو شا قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك kace ya manzo Allah yaya zaka san waɗanda ba su zo ba cikin al'ummar ka mu ko gashi ka san mu qala ara'aytum law anna rajulan lahu khaylun burrun muhajjala bayna zahranay khaylin duhumin buhumin sai manzo Allah ce ku bani labari yanzu mutun yana da dabba daya doki daya ko sana ko ta dabba daya ga ta nan kafafuwan ta duk farare ne sa'annan wannan dabba din tana cikin dabbobi da suke bakake jajaye ko ko bakake ba wani kala a cikin su ba zai gane su ba zai gane dabban sa ban shi ba in ya gansu min ummati ara'aytum law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjala bayna zahranay khaylin ruhumin buhumin alam yakun ya'rifuha ba zai san dabban sa ba qalu bala قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين زاس زوران تاشن الكيامة سنا ما سفر رنجب جبوبن الولادك دفسك دحنو دكفا جزا جن سفر ريني من أثر الوضوء سبود الولد سكي قال أنا فرتكم على الحوض ثم قال سأنا من زال شيء لا يزادن اللام موطئة للقسم يزادن فيل المضارع قاشي مؤكدا بالنون التوكيد الثقيلة yace wallahi za a kore waɗansu mutane an haudi a kora su daga barin tafkina kama yuzadul ba'irul dal kaman yadda in ka zo kana shayar da dabbobinka wata bakuwar dabba ta zo barin dabba ta zo ya zaka yi korar ta zaka yi fa unadihim sai na rinka kiran su ala halummu ku taho mana ga ku da alaman alwala ga ku da alaman alwala fa yuqalu sai a ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama innahum qad baddalu ba'daka ai sun caccanza bayanka ba addinin da ka tafi musu da shi sai suke yi har suka mutu ba sun caccanza wannan ya shigar da wannan wannan ya shigar da wancan wannan ya aje ma ya dauka kaza wanda kowa duk baki ne sun caccanza ghayyaru wa baddalu wa lam yazalu yarji'una ala aqabihim basu kushe ba suna komawa baya gabarin addinin da ka taho musu da shi fa aqulu ala sai manzo Allah ce suhukan 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 a tafi da su a kora su a kora su kaga duk wanda ya mutu akan bid'a ya fusatar da manzon Allah a ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye babu zikirin shafa'a babin da yazo na bayanin shafa'a ce to kenan ranar tashin alkiyama amin ja'ala Allahu mimman yashfa'u lahu qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي لكل نبي دعوة مستجابة دون النبينا الدعاء الله يباشي ذا أكرميت إيه فتعجل كل نبي دعوته yace duwwar annabi ya gaggauta yayi gaggawa yayi amfani da addu'ar tasa ya roki Allah wani abin wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yace ni ko na boye wannan addu'a da Allah ya bamu mu duka annabawa din kowa ya roki Allah ni kuma na ajita wa addu'ar saboda me saboda na cece al'umma ta ranar tashin alkiyama fa hiya na'ilatun man mata minhum la yushriku billahi shay'a wannan addu'an za ta samu duk wanda ya mutu baya shirka qala hadathana mujahid ibn musa wa abu ishaq al-harawi ibrahim ibn abdullah ibn hatim qala hadathana husaym qala anbana ali ibn zaid ibn judana an abi nadra an abi sa'id qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama yace manzon allah sallallahu alayhi wasallama yace ana sayyid waladi adam wala fakhra ni ne shugaban dan adam duk baki daya ba alfahari ba Allah ne ya bani wannan darajar ba alfahari bane ba wa ana awwalu man tashaqqa al-ardu anhu yawm al-qiyama wala fakhra ni kuma ni ne farkon wanda kasa za ta tsage ya fito ranar tashin al-qiyama ba alfahari
وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرة نيني فرقون واندزا أبي وچيتو كما نيني فرقون واندزا أي مچيتو با الفخري با ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخرة توتا لواء الحمد دا أكي توالا لواء الحمد يتي حنونا تكي رانا تاشن القيامة يتي ولا فخرة صلى الله عليه وسلم. إيه saboda ya halatta ya fadi haka ya halatta kuma ya hada duka yace wala fakhra wama ja ala asli la yusalu anhu yanzu a ce me yasa ka sa hula suka ce su dan ya halatta sa hula to me amfanin tambayar ka eh mutun yayi abin da ba daidai ba shine ake tambayar sa dan me ko qala hadathana nasr ibn ali wa ishaq ibn ibrahim ibn habib قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون إجي أما يموت وإن سكسوني أهل متئن to in sun shiga ba a mutuwa cikin wuta kuma ba a rayuwa thumma la yamutu fiha wala yahya walakin nasun asabatum narun bi dhunubihim amma za a samu wa'ansu sun shiga wuta amma ba ahalin wuta ba ɗan wuta bane ba ahalin wuta bane zunubansu suka yi Allah bai gada ma ya gafarta musu ba za a saka su wuta a ladabtar da su a yi musu azaba gwargwadon laifuffukan da suke duniya Allah bai gada ma ya yafe musu ba aw bi khatayahum فأماتتهم إماتة سيء أكيس أساء وطا تقونا سهر سمك حتى إذا كانوا فحما سيء إنسون قوني سنزم قوي أذن لهم في الشفاء سيء إذن تيوى أتشيس فجيء بهم ضبائر ضبائر سيء أكاوس جماعة جماعة الله كياي فبثوا في أنهار الجنة سيء أجزبت سوء أجيفة سوء أواسع سوء أجكم كورمون الجنة فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم سيأتي يا كوين الجنة كذبهم كسك ومسو كسك ومسو روامنا فينبتون نبات الحبة نندر نسيك سوساك توفو واكما كمان وانا أبنك توفو وباكير رفي وانسكن يا إيرس كيف توفو باكير رفي نسيك سمكسوني جرما تكون في حميل السيل قال وقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في بادية sai wani ce manzon Allah ya taba zama kauye ne yanda yasan ka yanda yasan har bakin teku bakin korama meke fitowa kaza 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 qala hadathana abdurrahman ibn ibrahim ad-dimashqi qala hadathana al-walid ibn muslim qala hadathana zuhair ibn muhammad an ja'far ibn muhammad an abihi an jabir qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu inna shafa'ati yawm al-qiyamati li ahli al-kaba'ir min ummati yace ceto na ranan tashin alkiyama na ajiye shi ne ceto na waɗanda suke masu kaba'iran zulmai su ne za a cece su insha Allah qala hadathana isma'il ibn asad qala hadathana abu badr qala hadathana ziyad ibn khaisama an nu'aym ibn abi hind an rabi ibn hirash an abi musa al-ashari qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace خيرت بين الشفاعة أمبان زابي سكان تيتو وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة أمبان زو الله تيتو كو كان سن ربن الأمة كتبا كده أسكاسو الجنة كو كو آآ كان سن أباك تيتو سيما زو الله تيتو نازابي أباني تيتو فاخترت الشفاعة سينا زابي تيتو لأنها أعم سبو دمي من زو الله زابي تيتو saboda yafi fadi yafi yawa wa akfa aturauna halil muttaqin kuna ganin ceto din nan na masu tsoron Allah ne masu yi wanda masu tsoron Allah la walakin halil muznibina a wannan ceto na aji na zabe shi ne saboda masu laifuffuka a cikin al'ummata al khata'ina al mutalawwisina masu kurakurai masu zunubai manzo Allah abin da ya faɗa kenan sallallahu alaihi wa sallam qala hadathana nasr ibn ali qala hadathana khalid ibn al-haris
قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي يجتمع المؤمنون يوم القيامة مؤمني ذاس حدو ذاس تارورانا تاشن القيامة يلهمون أو يهمون ko ai musu ilhami sayuwan tashin alkiyama sayo an tsaya har kowa ya rasa ma me yake ciki azo ai maci azo ai hisabin ma kowa ya san matsayin sa saboda tsayuwar kadai ta zama fitina shakka sayyidu fa yaquluna law tashaffa'na ila rabbina fa arahana min makanina sai a hadu baki da yace me zai hana mu nemin ceto daga ubangiji mu yayi muna yayi hisabi ina so mu huta da wannan tsayuwar ka san matsala in ta dame ka take ci yawa shi ka damu an ce za a yi zarrabawa bayan wata daya ko ta bi kai muzakara har ka gaji ya shiga ya fita sai ka ce jarrabawa ma ta zo ko menene ta zo ba haka bane ba to tsayuwar ta yi tsayuwa a zo a yi hisabin kowa ya san inda za shi fa ya'tuna adama sai su zo wajen annabi adam fa yaquluna anta adamu abun nas kai ne adamu uban mutane خلقك الله بيده الله يحلتك ده هننسا وأسجد لك ملائكته يسا ملائكون سكيمك سجدا فاشفع لنا عند ربك يريهنا من مكاننا هذا كنيما منا تيتو دقا وبنجي جنكا يهو تشيمو دقا وننسا يوى منجزي أي وحالة تاي وحالة فيقول لست هناكم أي يوبارانا تابتي بزيك ياباني كينا تكينا نكي ويذكروا ويشكو إليهم ذنبه الذي أصاب سيتي نيدا أكتشي كرنا تببشي كرناي كذاني فيستحي من ذلك ولكن أتونو حد سيجي كنيا إنا للي في داي وجن الله كمان جي تي يمين تيتو الجاني لا يشفع قائدة كي نوكو نسكا تي ملي في يجي ما تيتو إن يجي إن أكا كاما إن يجي نيمان تيتو أكا كاما يشفع يجي نيمان ما الفرما كتو كاكا وكان كما شجي رمبا يجي ونن لي في ينا جن كنيا يجي ينمي تيتو وجن الله أما شاور الدزن باكو كجي وجن نوه النبي نوه فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض شيني فاركم من زند أكا أي كوش أكسا أدورون كسا فيأتونه فيقول sai su zo su ce Nuhu kai ne kaza abinda muke bukata ceto sai ce lastu hunakum ai yau ba rana ta bace ba zan iya ba wa yadhkuru su'alahu rabbahu ma laysa lahu bihi ilm sai ya tuna ya roki Allah abinda ba a bashi izini ya roka ba sai ce wannan laifin ya zan yi da shi yau ni kai na yau ni ma ta kaina nake kowa laifi guda ɗaya ke faɗa fa kuma banzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi amma yayi laifi daya yace wannan laifin yaya zan yi in je kuma je neman muku ceto na je aka ceto da ba kai ma ana neman ka to yayi kenan shi yasa ku san yanda za ku yi kenan ku wa yastahi min zalika walakin tu khalilur rahman ibrahima abinda zan ba ku shawara ku je wajen khalilur rahman ibrahima abul anbiya kenan فيأتونه سيأزو باكي اي وجن النبي إبراهيم فيقول لست هناكم إن أنزو النبي إبراهيم كيني خليل الرحمن كيني كذا 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 أبن دمكي سو كجيك نيمون الفرما وجن الله برو يجنسر كي أجيكو أهم أي حساب ما مهوتا دون سيور ولكن تو موسى سيأتي أه إنا دلي في ناني ما na faɗi kalma kwaya daya ban san matsayina ba akan daren yau ranar tashin alkiyama shawaran da zan ba ku je wajen Musa abdan kallamahu Allah wa atahu at-taurata bawan Allah ne da Allah ya zanta da shi kuma ya bashi at-taura fayatunahu sai azo baki daya wajen annabi Musa fayaqulu lastu hunakum yace wai aini ma yau ta kaina nake wa yadhkuru qatlahu an-nafs bighayri an-nafs yace da na tamki ba kibce ai sai da ya mutu me zan ce ma Allah yau walakin tu Isa abinda zan ba ku shawara ku je wajen annabi Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatullahi wa ruhuhu bawan Allah ne manzon sa ne kuma kalma ce ta Allah kuma ruhi ne daga Allah madaukakin sarki fayatunahu sai azo wajen annabi Isa fayaqulu lastu hunakum ولكن أتو محمدا صلى الله عليه وسلم ذكر استن دنيا سجي النبي إسحاق بن يفتح أكيد كوجي وجه محمد
عبدا باواني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال يتي فيأتوني سيباكي ديا تارون الكيامة سو فأنطلق يتي سينة في. قال فذكر هذا الحرف عن الحسن قال فأمشي بين السماطين لما زال الله سينة في فكان سهو قدابي من المؤمنين. قال ثم عاد إلى حديث أنس قال فأستأذن على ربي سينة نيمي إذني وجن أبنججنا فيؤذن لي سيأباني إذني فإذا رأيته وقعت ساجدا إيش إنك أبنججنا سينة فالي نيس الجرى فيدعوني ما شاء الله أن يدعني سي الله يكاليني يدعي قداما إنا تكين سجدة يمين إلهامي تسبيحاتي أمبتن الله فركك الله إيري إيواند داما بنسنسبة يمين إلهامي إيه سجدة إنا تي ثم يقال سأن الله قداما يتي إرفع يا محمد قدقا كانك يا محمد وقل تسمع وصل تؤتى وشفى تشفى فدعزا أجيكا كنيمي أبنك كيسو كنيمي تتوزع باكا. فأحمده بتحميد يعلمنيه الله زي سندشي يبو تسبيه تحميد إري إري دداء دنيا بسنصبا ثم أشفق سأننك يا الله تتو أكي مكي نيما فيحد لي حدد سأتتو أمباك تتو أددي كذا ashe ti mutanen Kano kadai ashe ti mutanen Kano kadai yayi kadan ko to mutanen Najeriya kadai yayi kadan to mutanen Afirka duk sun yi kadan sai ai mishi haddi ace ga haddin da zaka ce ta fayudkhuluhum aljanna ace wa'annan ku shiga aljanna thumma a'udu thaniya sa'annan na saki komawa ta biyu fa idza ra'aytuhu wa qatu sajidan innaka Allah mai rauni sarki sai na fadi nayi sujjada fa yad'uni ma sha Allah an yad'ani sai Allah ya kyale ni gurgudan lokacin da yake dama ka saita kenan shine buwa yayi gagar misali thumma yuqalu li irfa muhammad kaga ni irfa ya muhammad irfa muhammad muhammad ka tashi ka daga kanka qul tusma ka fada za a ji abin da kake so wasantu ta ka roka za a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka sallallahu alaihi wasallama manzon Allah shi kadai ke da wannan gata manzanni duk suna ja da baya ne to shi yasa duk wanda ka je ka kama wallahi ranan lahira duk wanda ka kama tuna rigar shi kwacewa zai ya gode barka fa arfa ra'si sai na daga kaina fa ahmaduhu bi tahmidin yu'allimunihi thumma ashwa'u fa yuhaddu li haddan fa yudkhiluhum aljanna thumma a'udu salisata fa idza ra'aytu rabbi waqatu sajidan fa yad'uni ma sha Allahu an yad'ani thumma yuqalu irfa muhammad qultu isma wa saltu uta wa shwa'tu shaffa fa arfa rasi fa ahmaduhu bi tahmidin yu'allimunihi thumma ashwa'u fa yuhaddu li haddan فيدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة سينا ساكي كوما نهو فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن نهو يا رب با وندي سورة بيشكتش تنما سي وند القرآن يطريش وانيني القرآن يطريش ايه wanda ya shirka shine alqur'ani tsare shi eh qala yaqulu qatada ala asri hadha alhadith wa hadathana anas ibn malik anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nar man qala la ilaha illa allah wa qala fi qalbihi mithqalu shayratin min khair za a fitar wanda duk ya fadi kalman la ilaha illa allah kuma akwai alkhairi cikin zuciyarsa ko men kan kanta alkhairi za a fitar da shi cikin wuta ace to kenan ko ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير معنا إن دي متن يا متو أكن كلمة لا إله إلا الله كو من كن كتن الخير إن دكي تكن زوجرسا الله زي بارتي تنسى إن شاء الله قال حدثنا سعيد بن مروان قال حدثنا أحمد بن يونس
قال حدثنا عنبسة ابن عبد الرحمن عن إلاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هذا حديث موضوع. قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن أقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء يوم القيامة كنت إمام النبيين. من سؤال الله إن أنواع غرير أن تاشي القيامة زنزمنين شوغبان النباوة وخطيبهم نيكما نيني زي موسى خطبة وصاحب شفاعتهم نينيكما واندك يتيتو غير فخر با الفخر با لغاشي أحد أسكودا بيونام كوفو يتي غير فخر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسين ابن ذكوان عن أبي رجاء الأطاردي عن عمران بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين. ويسمتني إذا أفتد سوء تدقى تتم من الله سي أذانا أكون قوشين سوء جهنميون بسان الجنة سوء غرسو سنسوء النمباء ينكون جابايا سكشبو سي زمك سيسوا أيغري ونن ألام تنا مسوء بزافي با كما أنت تكين الجنة بابا كين تكي سي الله يتفيا مسوء ونن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. إيشي وأنس متاني يوان سيابي يوان بني تميم ونباوان الله تكين الأمة تزا أباش تيتنس. قالوا يا رسول الله سواك سكتي بندكي. قال سواه إيشي إيه ونيني الله زي باش وانا تيتن. قلت أنت سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا سميته. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سرقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سميت سليم ابن عامر يقول سميت عوف بن مالك الأشجعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليلة كن سن أبند الله أبنج جنابان زابي أولنا درن. قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. الله يباني زابي نزابي كورة بين الأمة تاسشك الجنة كوكو أباني الشفاعة تيتو فاخترت الشفاعة سينزابي تيتو. قلنا يا رسول الله ادعو الله يجعلنا من أهلها كروكمون الله يسامو تكون وإننا. قال هي لكل مسلم صفة النار أعاذنا الله من النار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ويعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع أبي داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها وإنها لتدعو الله عز وجل ألا يعيدها فيها. هذا حديث ضعيف صحيح دون قوله وإنها لتدعو وتنكد كوكي غني دوني النم تيني تكين كشي سبعين تكين وتنجح النم بعد أن كشي تسو بيوبة روا أكشي أكون تنكاشي أكشي شي سنين تيسوكا شي زابين يسوكا شي نمو كسامونا إيا أمباني لإتاء دونيا إمبا هكذا دعوا واندي إسي كسدوتا الله يكيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها أتتاكي كوكاتاكي كراو جو أبنجي جنتا فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا يا ربي ساشي نانا چن ساشي وتا ودنا چن وتا فجعل لها نفسين شي أكا سامتا ننفا ساوا قرابيو نفس في الشتاء ونفس في الصيف في كنا رهلت الشتاء والصيف كينا دينم فاجي في الشتاء دينم فاجي في الصيف
fashiddatu ma tajiduna min albardi min zamharirha lokacin sanyi tsananin sanyi da kuke ji cikin numfashin utan jahannamaki washiddatu ma tajiduna min alharri lokacin zafi kuma tsananin zafi da kuke ji numfashin utan jahannamani min sumumi qala hadathana al-abbas ibn muhammad ad-dauri ad-duri qala hadathana yahya ibn abi bukair qala hadathana shariq انا عاصم انا ابي صالح انا ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوقدت النار الف سنه فابيضت ثم اوقدت الف سنه فهمرت ثم اوقدت الف سنه فاسودت وهي سوداء كالليل المظلم هذا حديث ضعيف قال حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن اسحاق عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار رانا الآخرة زاء كاو كافري واندي في كواج داء دنيا فيقال أغمسوه في نار غمسة سيأتي كنوكيش كنانسو ما شدت متحك مغني فيغمس فيها ثم يقال له أي فلان هل أصابك نعيم قد يجي زافي tsoma shi zai a cire shi ya ce ka taba jin dadi duniya kuwa sai ya ce bai taba jin dadin duniya ba saboda zafin da ya ji wannan fa yaqulu la ma asabani na'imun qad wa yuta bi ashadd almu'minina durran wa bala sai a kawo kuma mu'mini wanda yake yafi kowa talauci da wahala a cikin duniya ga talauci ga wahala ga rashin lafiya ga masifu duk baki daya fa yuqalu ikmisuhu kham gamsatan fil janna a ce a dan tsoma shi a cikin aljanna mana a gari fa yughmasu fiha gamsatan fa yuqalu lahu أي فلان هل أصابك ضر قد أو بلاء أتواني كاتب الشقاء وتمسيفة وكاتب صامن بلائي كاتب الشقاء رجل جدادي فيقول ما أصابني قد ضر ولا بلاء سبب جداء الجنة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر لا يعظم حتى إن درسه لا أعظم من أهد وفضيلة جسده على درسه كفضيلة جسد أهلكم على درسه هذا حديث ضعيف والصحيح منه وفضيلته قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند قال حدثنا عبد الله بن قيس قال كنت عند أبي بردة ذات ليلة وندري إن وجل أبي بردة فدخل علينا الحارث ابن أقيس فحدثنا الحارث ليلة إذن أو ندر في حارث إبام الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي شيت منظم الله أتكين الأمة من يدخل الجنة بشفاءته أكثر من مضرة a cikin al'umma ta akwai bawan Allah da Allah zai bashi ceto ya shigar da mutane yawan su sun fi mutanen kabilan Mudar wa inna min ummati man ya'zumu lin-nari hatta yakuna ahada zawayahu a cikin al'umma ta kuma akwai wanda zai shiga wuta yayi girma a cikin ya kumbura yayi girma a cikin wuta har ya zama tsaye ne cikin zawuyan wutar qala hadathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئته أخدود لو أرسلت به السفن لجرت ضعيف والرواية الصحيحة مقتصرة دون ذكر قوله ثم يبكي mana za a zo a kawo kuka ayi kuka a cikin wuta har da awaye dubin baki daya abin da yake fada kenan hatta yan kati addumu kuma ya kuna jama bayan ayi kuka hawaye ya kare kuma ayi hawa ayi kukan jini hawayen jini kenan hatta yasir fi wujum ka hayatil ukhdudi law ursilat fi sufun najarat qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana ibn abi adiy عن شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم
أترت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشته فكيف بمن ليس له طعام غيره. هذا حديث ضعيف. قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يعقوب ابن محمد الزهري قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. Yace duk musulmin da aka sa shi wuta, wuta za ta ci jikin shi duka sai dai inda yake gabobin sujada, da wuta ba za ta ci wajen ba. Harrama Allahu ala nari an taqula athara sujud. Qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala hadathana Muhammad ibn Bishr an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil maut yawm al qiyamati fa yuqafu ala sirati. Za a kawo mutuwa ranar tashin alkiyama a tsayar da ita a kan sirati. Fa yuqalu ya ahlal jannati fayatal'una kha'ifina, sai a kira ya ahlal janna, sai su fitu su leko suna gani suna jin tsoro. Wajilina an yukhraju min makanihim ladhi hum fi, suna jin tsoro da sun ga mutuwar sai su ji tsoro kar a ce za a fitar da su. Kuma yuqalu ya ahlan nar, sannan ce ya ku ƴan wuta. فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه سيكا قائم وتسنى مرة كوزا أفتد سوني. فيقالوا هل تعرفون هذا؟ شاعت من الجنة دائم وتكون سنونا. قالوا نعم هذا الموت وننشين متوى. قال فيؤمر به فيذبه على الصراط. أكن صراط إذا أينك متوى دقى يو خلود لا خروج من الجنة. ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيهما أبدا فيها أبدا. باب صفة الجنة جعلنا الله من أهل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. Allah ce na tanada wa bayina na gari abu abinda ido bai taba gani ba, wala uzunun sami'at abinda kunne bai taba ji ba, wala khatara ala qalbi basharin abinda bai taba tarsuwa a cikin zuciyar dan adam ba. Qala Abu Huraira wa min balha, yace da kabar wannan ma qad atla'akum Allah alayhi iqra'u in shi'tum فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي أبنده كي تشكين الجنة دب يا شابن بند أبنده كي دنيا دك سيدي مثالي. قال وكان أبو هريرة يقرؤها من قرة أعين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشبر في الجنة خير من الأرض وما عليها الدنيا وما فيها. هذا حديث ضعيف. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. daidai gurgurdan inda za a je bulala ko kwagiri ko min a cikin aljanna yafi duniya duk baki daya. Qala hadathana Suhayr ibn Sa'id qala hadathana Hafs ibn Maisara an Zaid ibn Aslama an Ata ibn Yasar an Mu'adh ibn Jabal anna Mu'adh ibn Jabal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa aljannatu mi'atu daraja, aljanna matakai daraja daraja matakai ne guda 100. Kullu darajatin minha ma baina as-sama'i wal ard, tsakanin mataki zuwa mataki ya kai tsakanin sama da kasa. Wa inna alaha al-firdaus, karshen makuran aljanna shine ita ce jannatul firdaus. Wa inna awsataha al-firdaus, tsakiyan kuma firdaus. Wa inna al-arsha ala firdaus, al-arshi yana kan jannatul firdaus ne. Minha tufajjaru anharu janna, daga nan ake bubbulu ake bubbugo ake sako mana kuramun dake cikin aljanna. Fa idza ma sa'altumullaha fasaluhu alfirdaus, manzo Allah ce duk wanda zai roki Allah aljanna ya roki Allah jannatul firdaus. Allahumma rizquna jannatul firdaus al'ala.
قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري قال حدثني الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى عن قريب مولى ابن عباس قال حدثني أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله ثم ذكر الجهاد وحض عليه هذا حديث ضعيف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر وأدبركم واندذا سجاء الجنة كمن حسكم وتاني ليلة البدر ثم الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء وذلك يبسك مذاس شقد حسك متورار يبدو التوراري حسك ذا زورة كمن حسك ونن إضاءة لا يبولون باء بولي ولا يتغوتون باء غائتي ولا يمتختون باء ما جنابات في باء كاكي ولا يتفلون أمشاتهم الذهب متعفين ذا ستاج كابون غاو غاو نسو دزيناريا أكي ورشحهم المسك ومنسك مكنشش المسكيني ومجامرهم الألوة مجامرهم أبند ذا أسا أبند ذا أكون ترارموتا لألوة سكي أبني ميكانشي الألوة الأودي أزواجهم الحور العين ما تنسوني حور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على سورة أبيهم آدم 60 زراعا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل حديث بن فضيل عن أمارة قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى وعبد الله بن سعيد وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن أمارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نار في الجنة الكوثر كورما أتشين الجنة كورما أتشين الجنة هافتاه من ذهب جيفن يسقرا بيو دا زيناريا أكي مجراه على الياقوت اندسكي بايب مانا بايب دا ايكي سقاتي دا ياقوتي أكي والدر تربته أطيب من المسك كسن وجن يافي مسكي كنشي وماءه أحلى من الأصل روان دا كيتكي يافي زمازاكي وأشد بياضا من الصلي يافي كان كرافري قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة أشكين الجنة أكوي بشيا رزاك يتففيا أشكين إن وتشكرا لي لا يقتؤها باكا كي كرشنتا وقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب دقوما يا كي سورة حديث بيو مقارسة أي سيأني بإذن قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو ابن عمرو الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني سعيد ابن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة قال سعيد أو فيها سوق قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه
ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء، ثم على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة، حتى إنه يقول للرجل منكم: ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره بعد غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسئة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم صحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ثم يقول: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال: فناتي سوقا قد حفت به الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب. قال: فيهمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء، فيروه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل له عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يهزر فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا، فتلقانا أزواجنا فيقولنا: مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فنقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحقنا أن ننقلب مثل ما انقلبنا. هذا حديث ضعيف. قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان الدمشقي، قال: حدثنا خالد ابن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة، 72 من الحور العين، و70 من ميراثه من أهل النار، ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي وله ذكر لا ينثني. قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار، يعني رجالا دخلوا النار، فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت المرأة فرعون. هذا حديث ضعيف جدا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن عامر الأهول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة، مؤمني يناتي الجنة إن يشاء وإن يصامد، كان حمله ووضعه في ساعة واحدة، لو كان تكين دان حيفان سنقوم إذا قومي أوان لوكا تكين كما يشتهي كما يديك بكاتا. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبيد عن أبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها. منذ الله تي ناسن كرشن أنوتا واندزي كرشن واندزي فتودا غوتا، وآخر أهل الجنة دخول الجنة دكما كرشن واندزي شقاء الجنة، رجل يخرج من النار حبوا متن ذي فتوشك متاينا الرفي، فيقال له: اذهب فادخل الجنة،
ya fito wuta yana rarrafe zai mu Allah ce je ka shiga aljanna fa yatiha fa yuhayyalu ilayhi annaha mal'a da yazo kufa aljanna sai ga kaman aljanna a cike take fa yarji'u sai ya koma fa yaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a ya rabbi ai aljanna duk a cike take ina zan shiga fa yaqulu Allah izhab fadkhul aljanna sai Allah ce ka je ka shiga aljanna فياتيا فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله سبحانه اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي إنها ملأة فيقول الله اذهب فادخل الجنة سي الله كجيك شقع الجنة أكتي فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها kai ne karshen wanda ya shiga aljanna amma ni'iman da zaka shiga ya kai duniya dubbaki daya kuma so goma aw inna laka mithla asharati amsalid dunya fa yaqulu atasghar bi aw tadhhaku bi wa anta almalik ya Allah dariya ake min kuma kana fala kad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika hatta badat nawajiduhu fa kana yuqalu hadha adna ahli aljanna manzilan fi ace wanda yafi wanda mafi karancin darajar in aljanna kenan eh manzo Allah ya dare har sai da aka ga hakuransa qala hadathana hannad ibn sari qala hadathana abul ahwas an abi ishaq an zaid bin abi maryam an anas bin malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala aljannata salasa marratin duk wanda ya roki Allah aljanna sosai da so uku da gaskiya qalatil jannatu allahumma adkhilhu aljanna sai aljanna kanta tace Allah ka shigar da shi cikin aljanna wa man istajara minan nar salasa marratin duk wanda ya nemi tsari kuma daga wuta so uku qalatil naru allahumma ajirhu minan nar sai wuta tace Allah ka kare shi daga barin wuta qala hadathana abubakar ibn abi shayba wa ahmad ibn sinan qala hadathana abu muawiya عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي ما منكم من أحد إلا له منزلان دكم كوانا دا جدا جيغو دا بيو منزل في الجنة ومنزل في النار جدا أشغل الجنة جدا أوتا فإذا مات فدخل النار أعاذنا الله من النار إن يموت يشغوتا warisa ahlul jannati manzilahu sai ɗan aljanna su gaji wannan gidan da in ya shiga aljanna zai mallake shi fa zalika qawluhu ta'ala ulaika humul warithu alladhina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun wa bi hadha nakunu kad intahayna ila ma aradnahu insha Allah shekaru 24 kenan kun fara karatu rana ta biyu watan 1192 ma'ana November kenan sakan November 1992 muka fara karatu a karanta Buhari Muslim Tirmizi Abu Dawud Nasa'i Ibn Majah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya yafe mana duk kurakuren da muka yi duk abinda muka yi daidai kuma Allah ya bamu lada a ciki Allah ya tabbatar da digadigan mu Allah ya kyautata niyyan mu Allah ya gafarta mana iyayen mu duk baki daya Allah madaukakin sarki duk wani wanda ke cikin tsanani Allah ka fitar da shi cikin tsanani Allah kaga halin da musulmai ke ciki Allah ka yaye wannan mummunan halayen Allah ka yalwata kasa Allah ka kawo yalwa a kasa ya Allah madaukakin sarki Allah ka shirya tsakanin shugabanni da tarakawansu duk shugabanni duk abinda suke da shi wanda ba daidai ba Allah ka daidaita musu kai musu gyara duk abinda suke da shi daidai kuma ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da digadigan su Allah ka yalwata arziki a kasar nan ka kare rayuwar mu tun daga duniya har lahira Allah ka yalwata arzikin mu duk abinda zai zo ya fi karfin mu Allah ka shige gaban mu kai muna jagora ka ba mu hakurin rayuwa kuma Allah madaukakin sarki muna godiya mun gode maka godiya bila adadi ka bada lafiya ka bada tsawon kwana ka bada ikon yi aka yi shekara 24 har aka gama waɗannan littafai guda 6 Allah ka tabbatar muna da alkhairan da ke ciki ka kare mu da dukkan sharri baki daya to sai kuma me kuma yanzu insha Allah za a rufe karatu yau sai kuma in an dawo za a shiga za a fara za a karanta muwatta malik abinda ake so mutane su fahimta
karatun muna yi karatun da muka akwai lokacin da aka ce ya za a zo ana karatu ba tashin hankali bar aje suka mutane su yi tashin hankali ai karatu har aka ba tashin hankali sai Allah ya kare wannan duk wannan tun muna cikin biyuki akai wannan Allah yana karewa kuma ya bada lafiya ya bada ikon yi to in Allah ya karban muna ai mun ci nasara mun ji dadi ko eh saboda abinda ka sa gaba shi kake kula da shi ba ruwanka da abinda za a fada to sai dai matsalolin da suka faru ba ruwanmu da su duk abinda yace mat tunda Allah na yi ma yaki kai kuma zaka je ka shiga ciki duk wanda yake ya kanka kace zaka rama masa da karfinka zaka yi ka kyale shi da Allah kuma fa karfin karfin Allah wanne ne yafi to sai dai matsala daya ba yadda za a yi da ita duk yadda kai sai an samu nuri an saka ka sati uku ko hudu da suke mun magana game da abin da ka sake ciki menene da menene to sai aka samu gidan radio wani gidan radio sai suka kawo program na siyasa ana maganganun siyasa sai aka ce ga halin da ka sake ciki har ga malamai ma sun fara magana sai aka shigo da wannan karatu kaga ba ai adalci ba ko ba ruwanmu da wanda ba ruwanmu da mana program suka kawo suna maganganu game da siyasa sai suka ce to gashi ma malamai sun fara magana game da abubuwan da ke faruwa sai suka shigo da karatu to mana sun shigar da karatu a cikin siyasa ke to dole mana an samu bangaranci kenan to in za a yi siyasa ai ba yanzu za a yi ba lokacin da siya to mana in za a yi siyasa yanzu in ana siyasa ana yi attacking waɗanda ke kan mulki yanzu bayan wazabi kenan waɗanda ba su kan mulki ko to lokacin da suke kan mulki shi da suka aiko a zo a kira duk malamin da ka sani shi da aka yi shi Abuja aka ba shi kuɗi ya karba kuma aka faɗa mu duk wanda suka ba su kuɗin sun faɗa muna shugaban kasa ya aiko inspector general Hafizu Ringi ya zo har gida ya ce an ce yanzu in kira ka mu zo Abuja ƙarshen girmamawa kenan ta ce don Allah karfa min asiri ka ce ina gaisuwa ba ma jayayya da kowa mun fi kowa son Najeriya ta zauna lafiya amma wannan ba halina ba hanyata bace ba hanyata bace ba watakila rannan ma ba inda ko gandala aka su ba sani ba ko amma na ce yaje ya bada hakuri ba ma jayayya da kowa ba mu fada da kowa na ce mishi Hafizu kai kasu kai kaɗan Kano ne kafi kowa sani yanzu in je in zauna a gani wannan duba a faɗa ba yana zaune kan kujera yana zaune ƙasa a zo a ɗauki hoto aikin da nake shekara 50 ai na soki kaina kenan ko to sai in Allah ya kai mu ranar da za mu sake fara karatu inda wayansu bayanai za a yi insha Allah Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa salli Allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum.